ومعنى الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره من الأحداث والأنجاس. معنى هذا هو الماء الطهور. الماء الطهور هو الماء المطلق، هو الماء المطلق، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره من الأحداث والأنجاس. وهناك ماء طاهر، هذا ماء طاهر في نفسه، إذا أصاب ثوبك هو طاهر لكن لا يرفع الحدث ولا تغسل به النجاسة، مثل ماء الورد، ماء الأشجار، عصير، تعصر ماء من برتقال ما تتوضأ به ولا تغسل به النجاسة، تشرب ولا بأس، وصاب ثوبك طاهر، طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره، لا يقوى على رفع الحدث، لا يقوى على رفع الحدث ولا على إزالة الخبث. وعلى هذا فتكون المياه ثلاثة، فالطهور هو الذي يرفع الحدث ويغسل به النجاسة الحدث ويزال به الخبث، هذا يسمى طهور وطاهر، هو طاهر في نفسه وطاهر غيره، والطاهر هو الطاهر في نفسه لكن لا يقوى على رفع الحدث. والثالث النجس، الماء النجس الذي تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، غير طعمه أو لونه أو ريحه، هذا يقال له نجس. وذهب جمهور الفقهاء على أن المياه ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. طهور كمياه البحار والأنهار والآبار، هذا طاهر في نفسه وطاهر لغيره، يرفع به الحدث ويزال به الخبث، وهو طاهر في نفسه أيضا لو أصاب الثياب والبدن فهو طاهر. والقسم الثاني طاهر ليس بطهور، طاهر في نفسه لكن لا يقوى على رفع الحدث أو إزالة الخبث، مثل مياه الأشجار، المياه المعصورة من الأشجار، مثل ماء الورد، ماء الحبر، ماء الزعفران، هذا طاهر إذا أصاب ثوبك أو بدنك لكنه لا يقوى على رفعها، لا تبصر به النجاسة ولا يرفع به الحدث. والقول الثاني لأهل العلم الذي عليه المحققون هو الصواب أن المياه قسمها طهور وطاهر، ما فيه طهور ونجس، طهور ونجس، ما فيه طاهر، قسمها طهور ونجس، لأن الماء ما دام يسمى ماء فهو طهور، ما دام يسمى ماء فهو طهور يصلح للطهارة، تصح الطهارة به، إذا خرج عن وصف الماء فلا يسمى ماء مطلقا. فما دام يسمى ماء فهو يرفع الحدث ويزيل الخبث، وإذا خالطه زعفران وصار ماء أصفر صار سلبه اسم المطلق، ما هو ماء مطلق من الأساس، ما هو ماء مطلق حتى يتطهر به وإن كان هو طاهر. والثاني النجس الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة، هذا لا يصح الطهارة به. وعلى هذا فلا حاجة إلى القسم الثالث وهو الطاهر. وهذا القول أن الماء قسمان طهور ونجس هو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وقول كثير من الحنفية، ورواية عن الإمام مالك رحمه الله. على أن تكون أقسام المياه قسمان طهور ونجس. أما الفقهاء، كثير من الفقهاء فيرون أن المياه ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس.